هذه صبي. قرية ماذا؟ قرية سباو. سباو؟ نعم سباو. سباو ما شاء الله، هذا مكتوب مسجد القاسم نور المتقين. نعم. بكمبوديا. هو من أهل أمريكا، كمبودي أمريكي. ها كمبودي يعني أمريكي. أيوة مسلم. مسلم. هو اللي بنى هذا المسجد. نعم بنى هذا المسجد. ما شاء الله. سبحان الله. وهذا هو القبر. ها ولماذا تضع القبور هنا عند المساجد يا رجل؟ الله المستعان. الله المستعان. كان قديمه قريب. حتى لو قريب المفروض أنكم أنتم تبعد القبور عن المساجد. أنا ما أدري يعني، لكن في طريق يعني يقطع بين المسجد. ها في طريق. لكن حتى ولو لابد أن تكون المساجد قريبة من البيوت، و المقابر تكون بعيدة حتى لا تكون ذريعة للشرك. نعم.